شي واحد الكريدي من البنكة، البنكة عطاتك الموافقة وفرحتي بهاد الموافقة ديال البنكة، الله يكمل عليك. ولكن هاد الفرحة ما خصهاش نهائيا ابدا انها تنسيك تطلب من البنكة 4 ديال الوثائق. الوثيقة الاولى هي العقد ديال القرض. بزاف ديال الابراك تيقول لك بان هاد العقد راه ما تنعطيوش، ما عندها حتى معنى. العقد والشروط ديالو خص يكون عندك وتعطيه لاهل الاختصاصي الا ما عرفتيش تقرا. الثانيه هو طابلو دامورتيسمون. كاين الابراك تيقول لك سير حتى نصيفطو لك، الا طابلو دامورتيسمون خص يكون عندك وتقارنوا الشروط ديالو مع هذاك الشروط والمواصفات اللي كاينين في عقد القرض، واش كاين توافق ولا ما كاينش توافق. بالنسبه للوثيقه الثالثه هي العقد ديال التامين على الحياه. فهاد العقد راه ما كيتعطاش كاع بصفه نهائيه. انا شخصيا ما عمرني ما شفت بنكه كتعطيه لشي واحد اللي حصل على القرض، وهذا امر خطير وخطير جدا، وكيوصل للمحاكم وتتنص الشركه التامين من المسؤوليه ديالها. ولهذا فهاد العقد طلبوه ضروري، طلبوه وضروري تشوفوا الشروط ديالو وضروري تعطيوه للناس الورثه ولا لي زيون دو وتخبيوه في واحد التيروار. الوثيقه الرابعه هذه كتجي من بعد، يعني من بعد ما تخلصوا الكريدي. هاد الوثيقه الرابعه شنو هي الوثيقه؟ هي لا مان لوفي، هي رفع اليد على هذاك الكريدي. فبزاف ديال الناس ما كيطلبوش هاد الوثيقه، تيقول لهم خلصتوا الله يعاوننا ويعاونكم. ومن بعد واذا شفت هاد الحالات وتطرحوا عندي في المكتب كدوز 10 سنين او 15 او 20 سنه، كنقول لي تنقول 20 سنه، وكتجي البنكه كتقول لك راه كان لقى واحد جوج طريطات في 2004 ودابا كتعاود بهاد الطريطات واحد جوج او ثلاثه. ويمكن لكم تصوروا شحال ديال الفوائد ديال التاخير اللي غادي ترتب على هذوك الطريطات لمده ديال 20 سنه.